نكلم مين في مصر؟ نكلم مين في مصر؟ بنشيل الشجر وشوارع ضيقة علشان نعمل باركينج. العالم كله مؤتمرات تغير مناخي وتحضر للأخضر. اوكي؟ بيزرعوا علشان مقاومة التلوث. اوكي؟ مش بيشجعوا الناس. عربيات ايه اللي زيادة وفي مليون باركينج في الزمالك؟ مين اللي استعادت رئيس الدولة؟ الدولة عندها أزمة. وموضوع ممشى أهل مصر ليس ولن يكون أولوية وحتى لو الفلوس متوفرة. بص سيادتك، ممشى أهل مصر المرحلة الأولى، الناحية التانية إيه اللي بيحصل؟ الناس طول عمرها بتتمشى على الكورنيش. مين اللي عامل كده؟ ده تعديات غير طبيعية على نهر النيل. نكلم مين في مصر؟ باركينج ايه وعربيات ايه؟ وفي نفس الوقت الدولة عاملة حاجات رائعة، مترو مونوريل وغيره. باركينج ايه يا فندم؟ وفي مليون باركينج في الزمالك. اللي بيحصل ده حرام. الناس طول عمرها بتتمشى فوق احلى كورنيش في مصر، الكورنيش اللي انتوا عاملينه بتاع الممشى. فلوس ماني وتعدي على البيئة وضوضاء سمعية وبصرية وكل شيء سيادتك ممكن تتخيله. حرام عليكم اللي بتعملوه. يا رئيس مصر أرجوك وقفهم، وقف المشروع ده.